فهد ناصر شاب سعودي يهوى الرسم ويقضي معظم وقته في مرسمه وبين لوحاته. والله كانت بدايتي متأخرة بحكم ظروف دراستي، بعد ما خلصت الدراسة وتوظفت صار عندي وقت أكثر أني أركز على الرسم، وبديت بالبورتريه، وحاليا تميزت بالبورتريه وشاركت برضو مهرجانات كثيرة بالشرقية وعديد من المهرجانات والمعارض. أتقن الفنان فهد رسم البورتريه بدقة عالية ومهتما في أدق التفاصيل في اللوحة ليقدم لنا أبهى الرسومات. والحجر المنزلي فادن بأنه أعطاني وقت كثير، وهو يعني ضار ونافع بنفس الوقت، فصرت أركز أكثر على الرسم وأطور برسمي وأطور بذاتي وأطور عن بعض النقاط اللي كنت جاهلة أولا قبل، فزدت إنتاجيتي بالرسم، والله إن شاء الله الله يبعد عنا هالأزمة إن شاء الله وترجع الحياة الطبيعية. استثمر فهد الحجر المنزلي في مرسمه لترجمة أحاسيسه بأعمال فنية تجذب المشاهد. لصحيفة اليوم محمود الشمري، الجبيل.